السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نوجد مع بعضياتنا واحد الأكلة تقليدية عندنا. هاد الأكلة هي الكرعين أو لا الهرقمة. غادي نحتاجو ليها واحد الكرعين. أنا خديت هنا غير رجل واحدة، يعني راه مغسولة مزيان ومحكوكة ومنظفة مزيان ومغسولة ومقطعاها هكا طريفات. غنحتاجو معاها ايضا واحد الراس كبير ديال الثومه، حكيته وخليت منه هاد 4 ديال الضروسه هكا بالقشور، كاس ديال الزيت، زلافه ديال الحمص اللي مرطبينه ليله كامله، وفي العطريه غادي نحتاجو معلقه صغيره ديال القرفه، نص معلقه صغيره ديال البزار، نص معلقه سكينجبير، نص معلقه صغيره ديال الخرقوم البلدي، وهاد 4 دروسه ديال الثومه اللي غنخليهم هكاك بالقشره ديالهم، جوج معالق كبار صغار، جوج معالق صغار ديال التحميره الفلفله حمراء، جوج معالق صغار ديال الكمون، جوج معالق صغار ديال المروزيه ديال اللحم ولا العطريه ديال اللحم، توابل اللحم، وغنحتاجو واحد المعلقه صغيره ديال الملح. الطريقه سهله ان شاء الله. غناخد الكوكوط، خديت الكرعين ديالنا ودرتهم في الكوكوط وزدت عليهم هذيك العطريه اللي ذكرت كامله والكاس ديال الزيت. انا درت كل شيء في الكوكوط الا الحمص. الحمص غنخليوه حتى يطيبوا لينا الكرعين، ماشي يطيبوا وانما يدخلوا في الطياب وتبقى لهم غير واحد نص ساعه وغادي نقدموهم. عاد كنزيد الحمص باش الحمص ما يطيبش لينا بزاف ويتحل في الكرعين ديالنا ويجي المريقه ديالهم ما تجيش معقره وتجي خايبه المريقه ملي كيولي الحمص محلول. دابا غنزيد نروي بالماء، الماء الكافي، يعني حنا كنعرفوا الكرعين كيشدوا الطياب. غادي نعمر عليهم الماء حتى يتغطى لينا الكرعين ديالنا بالماء، وغنسد الكوكوط ونديرهم يطيبوا. المره الاولى تكون العافيه مجهده، غير الدوز المره الاولى واحد الربع ساعه، وكنقص البوطه وكنخليهم يطيبوا على مهلهم. وواحد النصيحه، احسن حاجه يطيبوا عليها الكرعين وهي الفاخر. الفاخر كيطيب لينا الكرعين ديالنا مزيانين وكيجيو واعرين في الطياب وكيوصل الطياب حتى للعظم ديال الكرعين. هذه نصيحه الا ما كناش مزروبين. الكرعين ديالنا مني دخلوا في الطياب، دابا غنزيد عليهم الحمص ديالنا اللي مفزق ومغسول طبعا، وغنعاود نمرق، يعني نزيد المرق. كيف كتشوفوا مني درت الحمص عاود مرقت وزدت فيه الماء طايب وعاوتاني غطيته حتى تغطى عليه. دابا غادي نسد عليه الكوكوط ونخليه يكمل الطياب حتى يطيب لينا الحمص مزيان والكرعين كيف كنقولوا، حتى كيطيبوا ويوليو هارين ويتملخوا في الطياب، وعاد نقدموهم بالصحه والراحه. الكرعين ديالنا مني طابوا وطابوا مزيان كيجيو على هذا الشكل. للاشاره، انا هاد الكرعين راه مني طابو زدت جوج معلقات ديال السكر ولا زيدوا جوج معالق ديال العسل، وعسلتهم حتى ولات المريقه معسله ومدغمره بحال هكا. اللي ما تيبغيش الكرعين معسلين ممكن يخليهم هكاك على طيبه الحلاوه. نتمنى ينال الطبق الرضا ديالكم وتجربوه ويعجبكم. اللي عجباتها الوصفه تعمل جيم للفيديو، وما تنساوش الاشتراك ديالكم بالقناة ديالي، وخليو استفسارات ديالكم وانتقادات ديالكم تعليقاتكم اسفل الفيديو، وطلباتكم علاش لا. وشهية طيبة، والى وصفة قادمة بحول الله.